أهلا بيكم. واحد من أهم الأفلام اللي عملتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة هو فيلم الأستاذة فاطمة. الفيلم اللي بيحكي عن أسرة فخورة بدراسة بنتهم للقانون وإنها هتقف في المحاكم تدافع عن الحق وتنصر المظلومين، وفي نفس الوقت الفيلم بيناقش نظرة المجتمع لعمل المرأة في مجال المحاماة وإنها مهنة شاقة عليها وإن المهنة مقصورة على الرجال، وإزاي اتمردت فاتن حمامة بمساعدة والدها إنها تدرس الحقوق وتنجح وتفتح مكتب وتكسب قضية صعبة لخطيبها اللي كان رافض شغلها في المحاماة من الأساس. الفيلم ده من العلامات المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، واسمع مني الحكاية وما فيها. القدماء المصريين كانوا عارفين مكانة المرأة كويس وإنها تقدر تكون موجودة في كل المجالات، يعني هتلاقي في عصرهم كان في الملكة نبت أول قاضية في التاريخ، والمحاكم في مصر القديمة كانت ثلاث أنواع: محاكم أقاليم وإدارية وعليا، والملكة نبت وصلت لمنصب قاضية وجلست على المنصة، ومعروف إن الحضارة المصرية رمزت للعدالة بإله معد اللي ظهرت على هيئة امرأة على رأسها ريشة، لأنهم كانوا شايفين إن عدالة المرأة فاقت عدالة الرجل، عشان كده اختاروها رمز للعدالة. ولما نيجي بقى للعصر الحديث هنلاقي إن منيرة ثابت كانت أول فتاة مصرية درست القانون، وكانت في كلية القانون الفرنسية بالقاهرة سنة 1924، وبعد كده جت نعيمة الأيوبي وكانت أول مصرية تدرس القانون في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حالياً، والكلام ده كان سنة 1929، وتخرجت وقدرت بعد كده إنها تقف في ساحات المحاكم وتبقى أول محامية مصرية. وكمان عندنا بعد كده مفيدة عبد الرحمن اللي اتعرفت إنها أول محامية عربية ومصرية تمارس المحاماة بالشكل الكامل، وكانت سبب في إنها تفتح الباب لبنات كتير إنهم يدخلوا المجال بعد ما كان حكر على الرجالة. وكان والد مفيدة حريص إنها تتعلم هي وإخواتها الأربعة، وتفوقت مفيدة في دراستها واتجوزت وهي في آخر سنة في الثانوية، وده كان عقبة في إنها تدخل الجامعة عشان القانون كان بيمنع المتزوجات إنهم يدخلوا الجامعة، بس مفيدة كان عندها إصرار رهيب وقدرت إنها تدخل الجامعة وتخرجت سنة 1939 ومسكت أول قضية وكسبتها واتشهرت جدا، وقدرت تصنع ليها اسم خلاها تكون أول محامية تقف في محكمة النقد المصرية وأول مصرية تشارك في لجنة تعديل اللوائح والقانون، وكمان كانت رئيس الاتحاد الدولي للمحاماة والقانون، وقدرت في فترة بسيطة إنها تترافع في أكتر من 400 قضية مهمة، وكمان دخلت البرلمان وكانت عضوة لسنوات. ومفيدة عبد الرحمن مش بس كانت محامية شاطرة، دي كانت أم عظيمة لتسع أبناء وقدرت توفق بين شغلها وبيتها. وغير مفيدة كان في عائشة راتب، أول أستاذة تحصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت أول سفيرة وتاني وزيرة مصرية. وفي كمان عندنا تهاني الجبالي، أول قاضية مصرية في المحكمة الدستورية العليا، وسالي الصعيدي، أول قاضية في المحاكم الجنائية. وفي عندنا كمان داليا النمكي، أول قاضية بمحكمة الأسرة، يعني نقدر نقول إن المرأة المصرية لها بصمة قوية في مجال القانون. بس ناقص حاجة، إيه هي بقى الحاجة دي؟ هقولك، مجلس الدولة كان بيرفض تعيين وعمل القاضيات فيه لسنوات طويلة، بس أخيراً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة، لأن الرئيس عارف قدرة المرأة المصرية كويس، وفعلاً انضم لمجلس الدولة 98 قاضية وأدوا اليمين الدستوري أمام رئيس المجلس، وحيبدأوا خلاص يمارسوا عملهم بشكل رسمي. واسمع مني، اللي حصل ده حدث مهم جدا وإنجاز تاريخي وانتصار جديد للمرأة المصرية اللي بتثبت كل يوم إنها تستحق تكون موجودة في كل مجال وإنها قادرة تسيب بصمة قوية وتحقق إنجازات، وهتفضل المرأة المصرية رمز للإبهار والنجاح وقدوة ومثل يحتذى به. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.